مساء الخير دكتور، يسعد أوقاتك يا رب. حضرتك بتحكي عن برمجيات الموجودة باللاوعي وكيف ممكن تأثر بحياة الأفراد. هلأ الشخص في حال اكتشف البعض من هاي البرمجيات اللي بتتسلل لحياته بلحظات ممكن ما يكون حاسب حسابها، بتظهر بتصرفات أوقات غريبة عن شخصيته، في حال اكتشفها كيف ممكن يتوازن ويعالجها وكيف ممكن يتعامل معها؟ يا ريت تفيدنا لو سمحت وشكرا. هلأ منيح السؤال، السؤال دليل على انه النفس عم تشتغل على ذاتها، يعني عم تراقب حالها. ما ظهر طبيعي انه يظهر من الانسان برمجيات اللاوعي بعالم الوعي. اصلا ما تواجد الانسان في هذا العالم اللي يعتبر عالم حركي في دوران دوما. هذا الدوران هو مثل المثفلي، إذا بتعرفوا المثفلي لما بتروح بتعملوا سرعة تثفل مثلا لفحص الدم، تعتمد دوما على قوة طاردية مركزية على الدوران، وكل شيء بعالمنا يدور. أصلا نحن تواجدنا على كرة أرضية تدور وكل شيء يدور، لأن هالدوران مع الزمن عم بيؤدي لترسبات برمجيات اللاوعي. يعني ما تواجدنا بعالم زماني مكاني من خلال هالدوران الزماني المكاني إلا لا تظهر شخصياتنا التحتية. شو هي شخصياتنا التحتية؟ هي الحيوات اللي عشناها منذ الزمن القديم وعاملة انطباع بجسمنا القدري. الجسم القدري الفردي يحتوي كل المعلومات والتجارب اللي مضت والشخصيات ووهم الزمن وما فعلناه في الغابرين والكارما السيئة والجيدة. فظهور شخصيات تحتية باللاوعي كثير مهم، انه نحن عم نراقب نفسنا وعرفنا او في شخصية ظهرت. الان نحن نمر بحالة غضب مثلا، الان عم بمر بحالة تفكير غريبي. هالمراقبة، وجود مراقب، معناها انحلت نص المشكلة. ناخذ تنفس مباشرة بأي ظهور لأي شخصية لأي برنامج، هذا التنفس منسترجع هدوءنا، منسترجع تركيزنا، ونعرف إنه كل شيء عم يظهر منا من داخلنا عبر شخصيتنا هي أو عبر شخصيات الآخرين هي تجسدات لبرامج اللاوعي. اصلا نحن موجودين لكي تتجسد برامج اللاوعي. ليه؟ لانه برامج اللاوعي هي اللي معوقة النفس عن الحصول عن هذا الوعي الشامل. معوقة النفس عن عودتها لعالمها الحقيقي، اي عالم العقل الكلي. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، اي بعد ما ترسب أو تظهر في هذا العالم دين الزمن الماضي، كارما السنوات التي خلت في الغابرين، مع ملاحظة أننا نمر في هذا المفصل الزمني الحساس منذ 20 عام للآن. مرت البشرية بثلاث مفاصل للتسريع الطاقي، والآن نمر بمفصل أخير وسريع جداً قبيل العصر الذهبي، أي عصر الانفتاح الروحي. فلا يبقى شر بداخلنا إلا ويظهر. المقصود أنه كل شخصيات الزمن الماضي وما فعلناه وما برمجنا عليه وبرمجنا الآخرين به، تربية وتعليم، عقائد متطرفة، أذيات لأنفسنا أو للآخرين، كثير صعب، مأساوي. وضع الإنسان بالأرض مأساوي، لأنه الإنسان مش فقط شخصية وحدة مادية ظاهرة، إنسان 7 مستويات، وبالتالي له آلاف الحيوات وإله ملايين الارتباطات، وبالتالي أنت شخصية معقدة جدا 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 ولا ما لا نهاية من جدا أيضا. فاللاوعي كبير كثير. نحن أصلا وعينا ما عم نستخدم 1 لـ 3%، حتى إذا بدنا نقارن الوعي باللاوعي نقدر نحن نقارنه من خلال شعاع الضوء. شعاع الضوء فيما يسمى فوتونات الطاقة وجسيمات الكتلة.
نسبة جسيمات الكتلة من فوتونات الطاقة 1/10 مليون. جسيمات الكتلة بتمثل الوعي، الوعي الحسي. أي وجودنا المادي بأي شخصية الوهمية بيمثل 1/10 مليون من اللاوعي. فنحن كائنات روحية نمر بتجربة جسدية، ظاهرة طبيعية إذا تظهر الشخصيات التحتية. مبروك إنه عم نراقب، معناتها فينا قسم واعي حي صار يراقب، ما عم نغنس ورا الشخصية بشكل لاواعي. ثانيا عم نراقب قواعد الالتزام والأخلاق بالرغم من ظهور شخصيات صعبة عم بتنرفزنا، عم بتخلينا عصبيين، مستائين، قلقين، مهمومين. مع ذلك في عنا صار كم من المعارف تحاول النفس من خلالها أن تكون على صراط مستقيم. كثرة معارفنا الآن أدت لخلل بوجودنا. كثرة المعرفة، لازم يكون في توازن بين المعرفة والوجود. المعرفة knowledge عادة داخلية مش معرفة خارجية. المعرفة الخارجية عم بتكون وسيلة لقدح شرارة المعرفة الداخلية، وسيلة صارت. هل knowledge المعرفة الباطنية لازم تكون بمكافأة مساواة مع الوعي، مع حالة الوجود، مع البيينج، وجودنا، مشان يصير في تناغم بالدماغ، مشان يصير في ريزونانس، مشان يصير في سعادة اسمها سعادة الوعي. كثرة المعرفة، كثرة العلوم عم بتأدي لشخصية عادة متضخمة الأنا، وهي بتأدي لويك يوغي، يوغي ضعيف. طيب إذا كان في عنا وجود، نحن مراقبين الحضور، الحضور الإلهي فينا، مراقبين الوعي وعنا هالنظرة الشاهدة ومع معرفة قليلة، هي أيضا فيها خلل كثير كبير رح يؤدي لمشاكل، بأنه وكأنه الشخص مفكر حاله شي ما. في كثير معارف الآن عم تيجي لشخصيات عايشة الوجود، خصوصا الإناث عايشة الوجود، عايشة طبيعتها، عايشة كينونتها، عم بصير في تواصل مع عوالم أخرى. من قلة المعرفة الشاملة عم بتفكر هذه الذات اللي كانت منسجمة مع حالها إنه صارت بتواصل مع علوم وعوالم أخرى، عم بتفكر حالها مميزة، وبالتالي عم بصير في مرض هون، تضخم بالأنا من جديد. إذن هالخلل بميزان المعرفة وعي، معرفة وجود، عم بيؤدي لخلل المركبة. نحن مركبة عم بتصير بجناحين، لازم يكون في توازن بين المعارف وبين وجودنا. عشان هيك وجدت المذاهب والأديان والمدارس لكل شرع ومنهاج. عشان هيك نأسف إنه عم نقول علوم ومعارف صعبة عسيرة الفهم على كثير من الناس. أما المتابع أهلا وسهلا به، المتابع لأنه لاقى فيه تناغم مع هذا النوع من المعارف، معناها هو مستحق. في ناس عم بتحس بداخلها بأهمية الكلام مش بالضرورة تفهمه، فليكن. أما في ناس عم تستنكر هذا الكلام وتفكره مخالف للشريعة والدين، وهذا دين جديد ونيو إيج، وهي روحانيات العصر الجديد، وهذول بدهم يشيلوا عنكم الإسلام ويكفروكم وينزعوا منكم الدين وما بعرف إيش. هذول يفضل يبعدوا أصلا عن متابعة هذا النوع من الوعي من العلم. نحن الإسلام الحق، ونحن بجوهر الإسلام الحق، هذا نعيه تماما بداخلنا. أما الآخرين اللي ما معجبون هالشي وبدهم أقنوم عقائدي معين، هي شخصية من شخصيات الوهم أيضا، فليكن، مش بالضرورة يتابعوا هاي المعارف، خليهم مبسوطين بالمعارف الضحلة اللي هم عليها. فبنرجع إذن للموضوع الأساسي، ظهور شخصيات تحتية الآن مع وجود معرفة لاستيعابة، هي نعمة كبيرة كثير، وهي هذه من وسائل العصر، العصر الذهبي لإظهار مخبئات النفوس. بالعكس لازم نكون فرحين أنه بدأت تظهر بساحتنا الحياتية هي الشخصيات، أكانت من الآخرين كأعداء لنا أو من أنفسنا أعداء لنا، لازم نكون مبسوطين على سبيل الخلاص. هي المحن والصعوبات والمعاناة والبلايا التي بها تهذبت النفوس وبها تنقت، هي رحمة من رب العالمين. فخلينا مبسوطين دوما
بالفعل الإلهي فينا. دكتور، تكملي للموضوع وللسؤال اللي طرحته من شوي، كيف فينا نميز بين برمجيات اللاوعي أو الشخصيات التحتية مثل ما سميناها، وبين تعرض الإنسان لاختراق خارجي سواء من طفيليات طاقية أو أي أفكار وطاقات سلبية؟ يا ريت تفيدنا. هلق ومن أنفسكم وبأنفسكم، يعني بالوعي، بحالة الوعي كل شيء تابع للنفس. أبو يزيد البسطامي: تمنيت على رب العالمين أن يوسع نفسي لتشمل كل الوجود فلا يدخل أحد النار. فبالتالي النفس الكلية لما بترجع لعالمها، أي العقل الكلي، مشان تتناغم مع الإلوها، صارت هي كل العوالم والطبقات. مشان هيك في صلاة دوما منصليها: ليكن كل العالم، كل العوالم، لتكن كل العوالم في كافة الطبقات بسلام بسعادة. شو السبب؟ لأن كل العوالم بكل الطبقات بتمثلنا. فموضوع كلمة اختراق أثيري هي بعد هي علوم، وكأنه نحن مفصولين عن الوجود. بالمعرفة الأسمى كل شيء موجود فينا، ولم يحدث أي اختراق، وهي كلها تجارب. وصح أنه صعب على وعينا عم بتكون، ولكن لو ما أنه هذه النفس تستطيع تحملها لهذه عادة الاختراقات الأثيرية، لأن عم تجي من عوالم أرفع من مستوانا، ذبذبتها ألطف، عم فكر اختراقات من خارج ذاتنا، لا، عمليا هي الأثير موجود فينا أيضا. نحن كل الوجود، إذا منكون بهي التفكير منبطل نخاف، لأنه من أنفسنا كل شيء عم بيصير. فبالنهاية بالنهاية حتى السحرة والمشعوذين عندهم هذا العلم بمستوى معين، بمستوى كوكبي، بعد ما في وصول لهالدرجة الشاملة بالوجود. لما نوصل لأنه كل شيء منا من داخلنا رد فعل علينا، نحن السبب، بدون ما نكون شخصية الضحية أو نقع بالإحساس بالذنب الكبير، نحن السبب. أنا كنفس مستحق ما يجري لي. ليش؟ لأنه خطأي إنه جيت بعالم قطبي، فالآن رح أقبل كل شيء عم بصير، كانوا اختراق ولا غير اختراق، لكي أحتفظ بطاقتي. فبالتالي لما بكون بهالنظرة بطلت أهدر طاقتي بحكم على الآخرين الطفيليات. أنا كائن عندي منعة ومناعة، موجودي جراثيم بالهواء بشكل طبيعي، أنا السبب أنه صار في عندي جرح معين، دخل جراثيم، صار في التهاب. نفس الشيء فوجود الكائنات الأثيرية وغيرها ظاهرة طبيعية. إذا ليه عم بصير في اختراق؟ أحيانا بصير في تلبسات، بسموها تلبسات شيطانية، أو شخصيات تتكلم عبرنا أو كذا، لأنه نحن منكون في عن حالة الخوف. الخوف هو بيعمل جرح طاقي، منكون بحالة شتات فكري، وسواس قهري، بيكون عنا كثير مشاكل من الطفولة أو من الحيوات السابقة عم بتأدي لهذه الردود الفعل الكارمية. الآن إذا قبلنا هذا الشيء، إذا قبلنا حتى الكائنات هذه اللي عم فكر اختراقات وما خفنا منها، لأنه هي كل الوجود، هي فينا، إذا حبيناها بسلام ونحن عندنا مراقبة السلام والانضباط، بالتالي نحن بمناعة، بطاقة حياة. لما إذا عم نسعى للمركزية الإلهية عم ترتفع طاقة الحياة فينا، طاقة الكونداليني، فما في خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في مشكلة على النفس اللي منضبطة، سلمي لله، وليحدث ما يحدث، وليكن ما يكون. أنا بعرف إنه رح ضلني موجودي وين ما رحت بالعوالم، لأني مركزيتي لله، الإله لا عدا. فبالتالي أعدمت الخوف ونجحت بالتجارب. فهي التجارب صارت مع كثير من المتحققين، بوذا الحكيم قبل ما يوصل للنيرفانا صار معه هذه المظاهر الأثيرية بشكل كثير كبير، والإغراءات والاختراقات. مع ذلك دوما مركزيته الإلهية الإلهية الإلهية، فبينفي الخوف، بينجح 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 الإنسان، بيتطور. فلا نخاف، ولا كثير نعير انتباه لهي المواضيع، ولا كثير نتعمق بدراسات هذه الظواهر، يعني تكون عابرة فليكن، لا كثير نفكرها هي محور الحياة أو مركز الحياة، أمور عرضية عادية طبيعية عابرة. وسلام، سلام للجميع.